السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سياره من نوع ديستر 2018 ان سي سيسونس اللي فيها مشكل الشائع اللي يديروه سيب الفولومونتير. هذا لو ديفو هذا سيب الفولومونتير كما حكينا باللي كاين وين ديفو يجي وحده، كاين ديفو وين يجي من خطا كيعودوا في الاحتمال الاستعمال تاع سكانر. وعطينا عليه نصائح وارشادات كنا يا جماعه درك هنا ميم نديرو ايفاسمون دو ديفو. علينا لو كان نيفاسيت الديفو هكذا كل كليون يروح يخرج بها يعاود يولي له. كيفاش يجي هذا يا جماعه؟ كاين ديفو يديرو هنا بارتيكولاريتي، كاين اللي يجي يدير ابرونتيساج تعمل تاع قال مثال بيتي بابيون، ابرونتيساج بيتي بابيون يروحوا يغلطوا واش يديروا ابرونتيساج تعمل تاع سيب الفولومونتير. اي فوا تغلط دير ابرونتيساج سيب الفولومونتير هذه ابرونتيساج سيب الفولومونتير. كون ديك طوموبيل لاباس عليها انت كهربائي ولا ميكانيكي، ديك طوموبيل دير لها ابرونتيساج سيب الفولومونتير اوتوماتيكمون تاع كي شغل رايح تنفكتي له الميموار تاعو تولي دائما يخرج له لو بروبليم هذا. حنا رايحين نديروا لها الحل نتاعها باذن الله بعمليه تاع برمجه داك نيفاسيو لو ديفو، ومن بعد نديروا لها برمجه ان شاء الله دركا بالفليكس نقراوها باسكو ام اس 31 فا شويه فيها ديسكال. صحيح ما نخدمهاش باباري واحد اخرى، نخدمها بالفليكس ما صراحه نخاف منها. نديروا لها برمجه ان شاء الله باذن الله تعالى نعاودوا نشوفوا الريزلت. مو بقراءه تاع الملف تاعنا الفيشي تاعنا وجد اونجستري سيب. نديرو التعديل تاعنا، قلنا نديرو التعديل تاعنا بالبرنامج تاعنا الخاص بالورشة ناس طونتيرو سوليسيون سيب الفولومونتير. نحطو الملف تم التعديل بنجاح. وعاودنا كتبنا الملف تاعنا، كي كتبنا الملف تمت العملية بنجاح. بسم الله يا ربي. من ناحية كونتاكت احنا يا سيبو ربي يبارك المولاه ان شاء الله وبالتوفيق. واللي عنده مشاكل هذو في سيارات الدستر من 2014 وطلع الفوق عندنا لا سوليسيون تاع سيبر فولوموتور، عندنا تاع ليسوند مع كاتاليزر عملية البرمجة. السلام عليكم ورحمة الله.